مدينة حماة، هاي الحميدية، معناها 20/1/2012. آثار التخريب وآثار الرصاص وتكسير الزجاج على جدران ونوافذ حي الحميدية بحماة. هاي ثالث مرة بيخربوه، مو أول مرة. جامع الحميدية. حتى الجوامع ما بتسلم منهم، شوفوا يا عرب شوفوا يا مسلمين، حتى الجوامع ما بتسلم منهم، عم بيضربونا لنا. شو دخل الجوامع؟ شوفوا البيوت، عواميد الكهرباء، البيوت كله ما سلم منه. آثار رصاص على المحلات في حي الحميدية.